بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مش انت شايف الفيديو ده؟ احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي استخدم الريكفري داتابيز عشان ارجع الداتابيز بتاعت يوزر. يعني احنا كنا هنا عند احمد مسح سنت ايتمز وعرفنا ازاي نرجع سنت ايتمز، وقبل كده في نفس الفيديو يعني اللي فات عرفنا ازاي نرجع داتابيز كاملة لما احنا جينا هنا ومسحنا الداتابيز اللي هي كانت تيست وبقت ديسماونتد، وبعد كده ايه عملنا لها ريكفر، رجعنا اللوجز في مكانها ورجعنا الاي دي بي فايل في مكانه وايه وبقت ماونتد واشتغلت تمام. طيب النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها سنجل ايتم ريكفري. سنجل ايتم ريكفري النهارده معظم شغلنا يعني هيكون هنا عند الكومبلاينس مانجمنت. واحنا بنتكلم في كومبلاينس مانجمنت اتكلمنا في الحته بتاعت in place is discovery and hold، واحنا نرجع لها تاني واحنا بنتكلم عن السنجل ايتم ريكفري. ف in place is discovery and hold بيسمح لنا نعمل ايه؟ ان انا سيرش جوه الميل بوكسز بتاعتي في الاورجانيزيشن بتاعتي بكريتيريا معينه، بكيورد مثلا جوه الميل بوكس او اي حاجه يعني، تمام؟ بحس ان انا عندي في ايميلات كتيره انا عايز بس اسيرش جوه ايميلات مثلا اتبعت فيها مثلا كلمه important او كلمه critical، انا عايز بس الايميلات دي تمام. بس انا عشان اتعامل مع الامبريس اي ديسكفر اند هولد او مع السنجل ايتم ريكفري، او خلينا نتكلم بس عن السنجل عن الامبريس اي ديسكفر اند هولد، انا شايف عندي هنا انا تقريبا مش واخد فول كنترول على امبريس اي ديسكفر اند هولد. انا عشان اتعامل معاها احنا لسه ما اتكلمناش في السنجل ايتم ريكفري، انا هاجي هنا عندي جروب من جروبس نازله مع الاكستشينج اسمها discovery management. discovery management دي بيقول لك الممبرز في الجروب دي عندهم مقدره ان هم يسيرشوا جوه الميل بوكسز بتاعت في الاكستشنج اورجانيزيشن بتاعتك تمام، بكريتيريا معينه ده اللي احنا اتكلمنا عليه واحنا ايه هنا في الامبريس discovery. فانا هاجي هنا واحط نفسي جوه كممبر جوه السكيورتي جروب دي واشوف ايه اللي هيتغير في الامبريس discovery اند هولد. نجي هنا حط احمد اوكي سيف، لو جيت هنا هلاقي مفيش حاجه اتغيرت، حتى لو عملت ريفرش مش هلاقي حاجه برضو اتغيرت. طيب ايه انت بقى الفيو ده هيتغير لو انا جيت هنا ساين اوت وعملت ساين ان تاني، دخلت تاني كده كومبلاينس مانجمنت الشكل عندي اتغير تمام، بقى عندي تولز اكتر ممكن استخدمها في التعامل مع الامبليس ديسكفري اند هولد. في الـ in place discovery and hold لما اجي اعمل سيرش احنا عملناها قبل كده بيتخزن في ميل بوكس اسمه ايه؟ اللي هو discovery search ميل بوكس. discovery search ميل بوكس النهارده هنزود حته على الجزئيه بتاعه discovery search ميل بوكس، وهو ان انا بعمل ايه؟ ان انا مش بس بسيرش بكريتيريا معينه، لا ده انا لو مسحت مثلا الايتم ده او ده او ده او اي ايتم انا ممكن ارجع الايتم ده بعينه، يعني مش هرجع كل سنت ايتمز، لا هرجع ايتم بعينه اللي هو ده مثلا او ده او ده بيزد على ايه؟ بيزد على السيرش كريتيريا اللي انا هعملها هنا، بيزد على السيرش كريتيريا اللي انا هعملها هنا في الان بليس ديسكفري اند هولد تمام. طيب خلينا نتكلم الاول عن كام حاجه كده، كام مفهوم يعني هيفيدونا في الحته بتاعت السنجل ايتم ريكفري. انا عندي الميل بوكس بتاعي، الميل بوكس بتاعي مثلا بتاع احمد ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السنت ايتمز والديليتد والدرافتس والانبوكس وكل الحاجات دي تمام. طيب احمد ده لو جه مسح ايميل من السنت ايتمز مثلا او من الانبوكس، جه مسح ايميل من الانبوكس وقال له ايه ديليت تمام، دلوقتي الايميل ادرس ده راح فين؟ ده راح هنا في ديليت ايتمز. هو لما كان في الانبوكس وعمل له ديليت راح في ديليت ايتمز دي انا بسميها ديليت، دي ديليت عاديه تمام، دي ديليت. يبقى اول خطوه ان هو عمل ايه ديليت للانبوكس اللي عنده تمام. طيب لو احمد جه هنا في الديليت ايتمز وجاء الايتم ده وقام عامل له ايه برضه ديليت، قام شايله من هنا من الديليت ايتمز، راح هو كده عمل ايه؟ هو عمل حاجه اسمها soft delete، soft delete تمام. طيب احمد جه هنا
في ريكفر ديليت ايتمز دي، وقام جايب على الايتم اللي هو لسه شايله من الديليت ايتمز لما تفتح بس، وقام قايل له ايه مثلا اللي هو ده، قام قايل له ايه بيرج، اعمله تطهير شيله خالص تمام بيرج. حلو كده. فدلوقتي ايه هو في الحالة دي عمل له حاجة اسمها ايه هارد ديليت. يبقى انا عندي الديليت 3 ليفلز. ديليت ان هو شاله من الكونسول من قدامه وداه فين على الديليت ايتمز. لما شاله من الديليت ايتمز من هنا كده عمل له سوفت ديليت، لما شاله من ريكفر ديليت ايتمز كده عمل له هارد ديليت. طيب ايه اولا هو ريكفر ديليت ايتمز ده؟ ده فولدر بيتكريت مع اي ميل بوكس انا بعمله. بمعنى ايه؟ انا عملت مثلا فولدر اسمه احمد، فاي انا عملت مثلا ميل بوكس اسمه احمد او علي او اي حاجه، فكل ميل بوكس بيتكريت مع الريكفر ديليت ايتمز فولدر ده بسميه ديليشنز فولدر. ده الفولدر اللي فيه الديليشنز بتاعتي تمام. يا اما اجي هنا اقول له ريكفر يرجع للمكان الاصلي، يا اما اقول له بيرج تمام. طيب في حاله ان انا قلت له بيرج، الحاجه اللي هنا بتروح فين؟ الحاجه اللي هنا بتروح لفولدر اسمه ريكفرابل ايتمز فولدر. ريكفرابل ايتمز فولدر، الريكفرابل ايتمز فولدر ده انا مش بشوفه، انا كاكستنج ادمن اصلا مش بشوفه تمام. هو موجود جوه الاكستشينج بيتكريت او بقدر استخدمه لو انا عامل انيبل للسنجل ايتم ريكفري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ده طبعا اخر فيو اللي هو الديليشنز ده، اخر فيو اليوزر بيقدر يشوف منه المسجز بتاعته. بعد كده لو مسح حاجه من هنا مش هقدر ارجعها الا لو انا كاكستنج ادمن رجعتها له، لو انا عامل انيبل للسنجل ايتم ريكفري تمام. لما اعمل بيرج كده الميل بوكس الايميل، الايميل ده بترم منه نسخه، هو اختفى من قدام اليوزر، بترم منه نسخه في الريكفرابل ايتمز فولدر تمام. ده فولدر زي ما بقول انا مش بشوفه، هو بيتكريت لما اجي اعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري تمام. يبقى انا عندي انواع الديليت. عندي حاجه ثانيه نوضح بس الحته بتاعت الديليشنز والريكفرابل ايتمز ريكفري، الريكفرابل ايتمز فولدر. انا عندي حاجه اسمها دمبستر. ده فولدر، ده عباره عن زي شادو فولدر بيتكريت مع اي ميل بوكس انا بكريته. يعني انا كده مثلا كريت احمد، فبتكريت معاه شادو فولدر اسمه دمبستر. الدمبستر ده مقسوم لتو فولدرز. الفولدر الاولاني اللي هو الديليشنز، اللي هو مين؟ اللي هو لما اجي هنا واعمل ايه وافتح دي ريكفر ديت ايزم، ده الديليشنز، ده موجود مع اي ميل بوكس انا بكريته اللي هو الديليشنز ده تمام. امسح حاجه من ديليت ايتمز وتروح ليه بحيث ان اليوزر ايه يقدر يرجع لها. ودي الحته اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي هو ايه بيفضل فيها 14 يوم، هو اللي بيفضل هنا في الديليشنز 14 يوم، اللي هي الحته دي كنا بنتكلم على مستوى الداتابيز، ممكن برضو على مستوى اليوزر. انا بقول له ايه حضرتك كيب الديليت ايتمز لمده ايه 14 يوم، اللي هي دي باي ديفولت ديليت ايتمز لمده 14 يوم تمام. طيب تفضل هنا 14 يوم، بعد كده تتمسح. فده الديليشنز. الفولدر الثاني اللي هو الجزء الثاني من الدمبستر اللي مش بيتكريت الا لما اعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، اللي اسمه ريكفرابل ايتمز فولدر. الريكفرابل ايتمز فولدر ده فولدر باي ديفولت انا بتكريت على فكره بيكون حجمه كبير، بيكون حجمه حوالي 30 جيجا تمام، بحيث ان اي نسخه بتتمسح من الديليشنز بيترمي منها، اي ميل بتمسح من الديليشنز بترمي منها نسخه في الريكفرابل ايتمز فولدر ده. بحيث ايه؟ وانا طبعا بحدد له في وقت طبعا الايتم هيفضل جواه، انا بحددها عن طريق باور شيل. شغلنا كله النهارده في حاجات كتير باور شيل تمام. فلما امسح من هنا من الديليشنز بيروح من نسخه للريكفرابل ايتمز فولدر، واليوزر مش بيشوفه ولا الاكستنشن ادمن بيشوفه، هو بس بيتعامل معاه عن طريق البور شيل اللي هو الريكفرابل ايتمز فولدر ده. احنا قلنا حجمه بيكون كبير، بيكون حجمه حوالي 30 جيجا تمام. طيب انا اذا مسحت حاجه من هنا وعامل انيبل للسنجل ايتم ريكفري هتروح للريكفرابل ايتمز
فولدر، هتروح على الريكفرابل ايتمز فولدر ده، تمام. طيب دي قصه ايه الدمباستر؟ هو فولدر شادو فولدر بيتكريت مع اي ميل بوكس عندي، ويكون مقسوم حاجتين، ديليشنز اللي هو انا بشوفه اللي هو ريكفر ديليت ايتمز ده، او الريكفرابل والريكفرابل ايتمز فولدر، وده انا مش بتعامل معاه الا عن طريق المانجمنت شيل، تمام. السنجل ايتم ريكفري، قلنا ان انا لما اجي هنا في الكومبلاينس مانجمنت واعمل سيرش، السنجل ايتم ريكفري بتتيح لي ايه؟ لو انا عامل لها انيبل في الاول، لازم يكون عامل لها انيبل، ان انا لو جيت هنا ومسحت مثلا من عند سنت ايتمز مثلا الحاجات دي، احمد مثلا كان بعتها للادمنستريتور وفيها كلمه اي تي، تمام. فالسنجل الامبليس ديسكفر اند هولد بيسمح لي ان انا اسيرش على حسب الكرياتيريا، ان مثلا كان في السبجكت كلمه اي تي او في البادي كلمه اي تي، ويجيبها لي هنا في سيرش زي ما احنا شفناها قبل كده. بس زياده ايه بقى المره دي؟ ان انا ايه اعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، وارجع امسح الايميلات دي، هرجع امسحها قبل ما اعمل سيرش اصلا، تمام. يبقى انا هعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، وبعد كده امسح الحاجات دي من هنا وامسحها من ديليت ايتمز، واجي هنا في الريكفر ديليت ايتمز اللي هو الديليشنز بتاعي، وامسحها، اعمل له اقول له بيرج، لما اقول له بيرج هيعمل منها نسخه فين؟ هيعمل منها نسخه في ال هنا في الريكفرابل ايتمز فولدر، تمام. حتى هنا في الديليشنز بيقول لي ايه؟ دمباستر، دمباستر بوب اوت فيو موديل، ده شكل الدمباستر، تمام. او ده ايه جزء منه اللي هو مين؟ اللي هو الديليشنز، تمام. طيب إيه على فكره، في نقطه بس بالنسبه للسنجل ايتم ريكفري، دي من الحاجات اللي بتستهلك داتابيز او بتستهلك سبيس. ليه؟ لان انا اي ايميل بيتمسح من هنا وخلاص اختفى من قدام اليوزر، بس بيروح من النسخه هنا، يعني بيفضل برضو موجود لحد المده اللي انا بحددها له بالباور شيل اللي هعملها دلوقتي في السنجل ايتم ريكفري، تمام. فدي بتاخد سبيس كبيره. فلو حد يعمل السنجل ايتم ريكفري يعمل حسابه ايه؟ ان هي تاخد من الداتابيز، لان كل نسخه من الميل بتتمسح من هنا بتري منها نسخه في الريكفرابل ايتمز فولدر، تمام. طيب بالنسبه للحته بتاعه السنجل ايتم ريكفري، ازاي بيعمل لها انيبل؟ اولا السنجل ايتم ريكفري بتعمل يا اما على مستوى الميل بوكس الواحد، يا اما على مستوى الداتابيز، يا اما على مستوى السيرفر كله، يا اما على مستوى الميل بوكس سيرفر كله، تمام. طيب احنا قلنا ان الايميل بيفضل في الديليشنز هنا في الريكفر ايتمز فولدر، هنا ريكفر ديليت ايتمز هنا 14 يوم، وممكن على مستوى اليوزر احددها او على مستوى الايه الداتابيز، يعني ممكن اجي على يوزر واحد واقول له ده حضرتك لا خلي ايه مش 14 يوم، خليه كاستمايز واقول له زودها، ده يفضل يشوف الحاجه بتاعته لمده كذا اي حاجه، تمام. طيب ليه في الكلام ده؟ خلاص مش عايزه. طيب انا هاجي هنا واعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري على مستوى السيرفر، على مستوى السيرفر انا ممكن طبعا على مستوى الميل بوكس بقول له ايه؟ ناخد الكوماند ده كده تيك نت، واجي هنا اقول له الراجل ده مثلا مهم عندي، فانا عايز اعمل له انيبل للسنجل ايتم ريكفري، بحيث لما يمسح حاجه من قدامه واختفت خلاص من قدامه انا اقدر ايه؟ اقدر ارجعها له. اختفت خلاص من هنا من ريكفر ايتم ديليت ايتمز، انا ممكن ايه ارجعها له من داتابيز لان هي لسه ما اتمسحتش، تمام. يعني ترمى منها نسخه في الريكفرابل ايتمز فولدر لو انا عامل له ايه سنجل ايتم ريكفري انيبل، تمام. فده مثلا احمد، فانا اقول له مثلا خلي لي ست داش ميل بوكس، خلي لي الميل بوكس اللي اسمه احمد، خلي فيه ايه؟ خلي السنجل داش السنجل ايتم ريكفري انيبلد، يعني الجزئيه بتاعت السنجل ايتم ريكفري انيبلد ترو، يعني خليها لي ايه انيبلد. لما طبعا عايز اعملها ديسيبل هاجي هنا واقول له ايه بدل ترو فولس، يبقى انا قلت له الميل بوكس اللي اسمه احمد خلي السنجل ايتم ريكفري جواه ايه انيبلد، تمام. واقول له انتر له كده. لما انا عملت انيبل
للسنجل ايتم ريكفري على اليوزر ده، هو طبعا عشان نعمل لها بس انيبل قبل كده، فقال لي ايه ان مفيش حاجه اتعدلت. تمام. طيب لو انا قلت انيبل للراجل ده، احمد دلوقتي لو جه مسح حاجه من عنده وشالها من ريكفر ديليت ايتمز والفولدر اللي ظهر قدام اللي هو الديليشنز، هيقدر انا ك اكستشنج ادمن ان ايه اراجع له الحاجه بتاعته دي. ليه؟ لان اعمل له ايه انيبل للسنجل ايتم ريكفري، انيبل للسنجل ايتم ريكفري. تمام. طيب انا برضو بالمره هعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري على مستوى السيرفر، بحيث ان اي ميل بوكس يتكلد جوه يبقى عليه انيبل ايه، يبقى انيبل عليه السنجل ايتم ريكفري. تمام. بص كده على الكومنت ده، ده على مستوى ايه السيرفر. تمام. ونبص برضو مرة الحتة بتاعتي جزئيتي، الميل يفضل جوه الريكفربل ايتمز فولدر لمدة قد ايه. تمام. انا هنا بقول له سيت داش الميل بوكس سيرفر، خليه للميل بوكس سيرفر اللي هو اي اكس بتاعي ده، خلي فيه ايه بايب، يعني بايب يعني دي معناها اللي هيطلع من كوماند ده طبق لي عليه الحاجة اللي بعد البايب. تمام. يعني هات لي الميل بوكس سيرفر ده اللي هو اي اكس، وخلي اي ميل بوكس جواه سيت داش الميل بوكس اللي جوه الميل بوكس سيرفر ده السنجل ايتم ريكفري انيبلد عليه. تمام. وخلي لي الديليتد ايتمز فور 30 دايز، ما حدش يخلط ما بين دي ديليتد ايتمز فور 30 دايز وما بين دي اللي هي في الميل بوكس يوزج. اللي هي دي keep deleted items 4 دي غير دي. ليه؟ لان دي بيقول لي ايه خليها لي موجوده keep deleted items 4 14 يوم. فين؟ هنا في recover deleted items في items في deletions، في deletions. تمام. يعني 14 يوم مقصود بقى فين؟ في deletions. انما لما اكون عامل enable للsingle item recovery واجي اقول له خلي لي deleted items 4 30 يوم، يبقى جوه الrecoverable items folder هنا لمده 30 يوم، يعني ما يتمسح من هنا اليوزر يمسح، او بعد 14 يوم يعدي على 14 يوم تتمسح، يروح من هنا نسخه هنا وتفضل هنا 30 يوم. تمام. تفضل هنا 30 يوم، و30 يوم طبعا دي كاستمايز، انا ممكن اعمل اي رقم يعني. حلو كده، يبقى ما فيش حد يخلط من دي. دي بالنسبه للريكفربل ايتمز فولدر اللي هو ايه بيتكلم اللي هو الجزء الثاني من الدمبستر، اللي هو لما يتمسح من هنا يروح منه نسخه هنا لو انا عامل انيبل للسنجل ايتم ريكفري. حلو كده، يبقى انا قلت له خلي لي الديليتد ايتمز لمده 30 يوم جوه الريكفربل ايتمز فولدر، اقول له انتر. تمام كده، ايه الميل بوكس سيرفر بتاعي كله متطبق على الحته بتاعت السنجل ايتم ريكفري. تمام. طيب انا هنا امسح الكلام ده، يبقى انا كده طبقت ايه السنجل ايتم ريكفري. يبقى انا كده امنت نفسي ان لو حد مسح حاجه انا اقدر ايه ارجعها له. بس نخلي بالنا الحته دي برضو بتحتاج سبيس، لان اي حاجه بتتمسح من الديليت ايتمز بتروح فين؟ ريكفربل ايتمز فولدر، وده باي ديفولت بيكون ايه حجمه كبير حوالي ايه 30 جيجا. تمام. طيب عايز اوريكم الحته بتاعت حجم الفولدر ده، هي دي. تلاتين جيجا. تمام. طيب لو جيت هنا انا كده عملت انيبل لايه للسنجل ايتم ريكفري. طيب انا عايز اشوف بقى الحته بتاعت الان بليس اي ديسكفر اند هولد هتساعدني في ايه. احنا قلنا احنا هنعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، وبعد كده نيجي نمسح ايه ايميلات ونرجع الايميلات دي ايه على حسب كرياتيريا هتساعدني في الحته بتاعت السيرش دي. يبقى انا هسيرش بعد ما عملت انيبل للسنجل ايتم ريكفري، هروح امسح من الميل بوكس بتاع احمد واروح اعمل سيرش. تمام. جوه الميل بوكس بتاع احمد هقول له رجع لي الحاجات اللي كان في السبجكت بتاعها او في البادي بتاعها كلمه ايه ميل. هقول له مثلا شيفت ديليت. لو جيت ابص هنا مش هلاقيها، بس لو جيت ابص في ريكفر ديليت ايتمز اللي هو ديليشنز هلاقيها، وطبعا بتظهر هنا مده ايه 14 يوم. تمام. انا مسحها برده من هنا، مسحها برده من هنا اهي، امسح الخمسه خمس ايميلات دول اعملهم ايه
فر. اوكي كده اتمسح من يبقى كده اليوزر مش قادر يشوفهم. بعد كده اليوزر جه بعد فتره وقال لي ايه، انا عندي كان عندي ايميلات بعد الاربع شهور دول ما عدوا مثلا، انا عندي ايميلات مش لاقيها في الريكفر ديليت ايتمز هنا، رجعها لي. لازم اكون اعمل ايه؟ لازم اكون اعمل قبل كده اصلا انيبل السنجل ايتم ريكفري على الميل بوكس سيرفر، تمام؟ فاجي هنا اعمل سيرش في الامبليس ديسكفر اند هولد، هعمل سيرش على مثلا احمد، انا مسمي السيرش بتاعي احمد، تمام؟ نيكست. هتسيرش كل الميل بوكسز ولا ما تسيرش؟ ما تعملش سيرش، ما عندناش دعوه بيها دي، ولا هتسبيسيفاي ميل بوكس عشان تسيرش جواه؟ انا هسيرش جوه الميل بوكس بتاع احمد ده، بس الحاجه ضاعت من عنده. هسيرش في بابليك فولدرز، لا مش عايز اسيرش جواها. هي دي بقى ايه الحته اللي احنا عايزينها، فلتر بيزد اون كريتيريا. قول لي كيورد كانت جوه الايميلات دي عشان ايه اسيرش لك عليه، عشان اسيرش لك عليه، تمام؟ احنا كده اليوزر ناكد تاني، اليوزر مش شايف الايميلات اللي موجوده في لا موجوده هنا ولا موجوده هنا، تمام؟ لكن هعمل سيرش ايه وارجعها له، تمام؟ احنا طبعا عملنا بيرج، مسحنا من هنا، عملنا تطفير، راحت فين بقى؟ ترمينا منها نسخه فين؟ في الريكفربل ايتمز فولدر. طيب هنا ايه في الوصف اللي هنا في الكلام ده بيقول لي انت ممكن تستخدم سيرش على كلمة معينة جوه الايميلات اللي انت عايز ايه تسيرش عنها، عايز تلاقيه. ممكن تكتب كذا كلمة وتفصل بينهم ايه كلمة اور هو يفهم هيفهمها، او كلمة اند، تمام؟ بيقول لك ما تستخدمش الكوما، يعني مثلا لو الايميلات مثلا فيها كلمة كريتيكال وكلمة important مثلا ما تعملش كده زي ما انا عامل كده، ما تعملش كده، لا اعمل اند مثلا كده، تمام؟ فاحنا عندنا بس هي كلمه واحده بس لايه اي تي، تمام؟ طبعا ايا كانت هي فين، في السبجكت او في البادي، تمام؟ طيب انا ما عنديش ديت معين اي وقت، وكانت مبعوته للادمنستريتور، انا كنت بعتها للادمنستريتور، تمام؟ يبقى انت هتدور جوه الميل بوكس بتاع احمد على ايميلات فيها كلمه اي تي وكان بعتها للادمنستريتور، حلو كده؟ نكست كده. هتخلي السيرش ده موجود عندك لمده، هتخليه هولد عندك ولا لا؟ لا انا مش عايز اخليه هولد، خليه ايه فينش على كده خلاص، تمام؟ هذا بس نخلص نيجي هنا. هو كده ايه السيرش بقى اتحط ايه في الكيو، ولسه هنا هو كده تمام خلص السيرش ريفريش، السيرش ده اتحط في الكيو. طيب السيرش ده بيرمي الحاجات اللي هو لقاها فين؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن اللي هو السيرش ديسكفري ميل بوكس، وقلنا ده ميل بوكس بيتكريت باي ديفولت مع الاكستشنج لما بينزل. لما اجي اعمل كده جيت داش ميل بوكس وقول له انتر، هيجي لي من ضمنها ايه ديسكفري سيرش ميل بوكس، ده بيتكريت مع الاكستشنج باي ديفولت وهو نازل، حلو كده تمام. يبقى هو كده السيرش بتاعي في الكيو، انا بسيرش على حاجه اتمسحت من عند اليوزر، انا عامل عليه انيبل للسنجل ايتم ريكفري، تمام؟ هيقعد يسيرش كده ادي ان بروجرس، تمام؟ احنا عملنا الحته دي قبل كده بس اليوزر ده ما كانش انيبل عليه السنجل ايتم ريكفري، فمش هجيب له حاجه اتمسحت، هو هجيب بس الحاجات ايه الموجوده جواه، تمام؟ طيب بعد كده شويه خلينا بس نفتح، او خلينا نخلي موضوع الاي اي شويه كده لحد بس ايه ما يخلص، ابوظ بس لحد ايه ما يخلص سيرش. تم بحمد الله سكسيدد، تمام؟ السيرش بتاعي تمام. هاجي هنا اقول له ايه، خلي بالكم انا مسحتهم خالص ومش واخد باك اب، انا كده مش برجع من الباك اب، هي فيتشر جوه الاكستشينج لازم اكون عاملها انيبل قبل ما امسح اي ميل بوكس. احنا تعمل قبل كده مع ديسكفري سيرش ميل بوكس، فانا بقول له بس ايه بريفيو السيرش ريزلتس، وريني بس ايه حضرتك جبت ايه، ادي ايه الايميلات بتاعتي اللي انا مسحتها. خلي بالكم جاب دي ليه كلمه اوديت اخرها اي تي، جابها هو جابها هي كمان،
كده اي تي، تمام. طيب بس انا طبعا ممكن اسيرش بحاجات تحجم برضو عدد الايميلات، بس هي طبعا مش هتفرق معايا يعني. ايه الايميلات بتاعتي؟ ايه موجوده عندي هنا، تمام. الايميلات بتاعت اليوزر موجوده هنا. طيب انا دلوقتي الايميلات دي اليوزر عايز، اليوزر محتاج الايميلات دي، فانا عندي هنا تول اسمها ايه، اكسبورت تو اي بي اس تي فايل، اي ثينك احنا اتعاملنا معاها قبل كده. لو جيت اقول له افتح لي التول اللي شغاله لي كده، هيدون لي تول جميله كده 15 كي، هي بسيطه يعني. لو جيت افتح التول دي كده، طيب مش هتشتغل، احنا جربناها قبل كده، بيقول لي مش قادر ادونلود، مش قادر اشتغل. هو طبعا مش عشان في مشكله في النت او حاجه، لا هي المشكله بس ان في البراوزر التول دي مش بتشتغل الا مع الاي اي، مش بتشتغل الا مع الانترنت اكسبلورر. فانا هقفل الكلام ده، او يعني افتح ايه الاي اي، اجي اقول له بيست الكلام ده، افتح الاي سي بي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت انيبل للسنجل ايتم ريكفري، ورحت مسحت ايميلات من عند احمد ومن عند اي يوزر، ما بقاش يظهر قدامه خالص. وعملت سيرش على الايميلات دي عند اليوزرز اللي انا عامل عليهم سنجل ايتم ريكفري انيبلد، ورجع الحياه بتاعتي. حلو كده؟ طيب انا عايز اعرف بقى الحاجه دي هرجع اليوزر اصلا ازاي؟ اصلا استفدت ايه وهي موجوده هنا في الديسكفري سيرش من البوكس ده؟ لا انا عايز ايه؟ اوديها عند اليوزر. فانا اجيبها افتح كده كومبلاينس مانجمنت ان بليس ديسكفري اند هولد، و شكرا مش عايزين دي. افتح لي التول دي برضو، سيبه كده مع نفسه، ايوه هو ده بقى اللي المفروض كان يظهر يعني، بس هي المشكله في البراوزر يعني، تمام. طيب بقول لحضرتك ايه، دي الاي ديسكفري بي اس تي اكسبورت تول، دي التول بتاع الاكسبورتيشن بتاعت الاي ديسكفر. تحط الحاجه بتاعتك فين؟ على ديس بي سي، على الديسك توب مثلا، اوكي تمام. مش عايز ديدوبليكيشن، ومش عايز الانسرشبل ايتمز اللي هو ما يقدرش يسيرش عليه. ستارت. اجي هنا شويه كده والاقي بي اس تي فايل، فايل دوت بي اس تي، في الداتا بتاعت مين؟ احمد، تمام. ما يخلص بس، طيب نسيبه بس لحد ما يخلص ونرجع تاني. طيب احنا كده خلاص، تمام. هو طبعا ما خدش كل الوقت ده، انا اللي كنت عامل مقفل الفيديو كله ده يعني، تمام كده. ايه كلوز، جاب لي الداتا بتاعتي، انا غير محترم طلعها لي سي اس في فايل، وطلعها لي بي اس تي فايل، تمام. طيب كويس قوي. المفروض بعد كده بقى، المفروض البي اس تي فايل ده اخده كده كنترول سي، واروح لليوزر اللي هو مثلا احمد في سنت ايتمز، ايه الحاجه بتاعته مش هنا، مش موجود. اجي ايه اقول له حضرتك ادي البي اس تي فايل بتاعك اهو، تاخد البي اس تي فايل هنا وتيجي هنا وتقوم ايه فاتحه زي ما احنا عملنا قبل كده، تمام. بس هو الفرق طبعا ده حاجه ممسوحه، و انا رجعتها له. اوبن اوبن اوتلوك داتا فايل بي اس تي فايل، شاور له على هذا البي اس تي فايل، اي ثينك هو ده، هو ده اوك. المفروض كويس، هو ده افتح كده ديليت ايتمز، بص هنا في الريكفربل ايتمز ديليشنز بيرجس، ادي الداتا بتاعتي احمد لو مسحها من ستنت ايتمز بتاعته، تمام. يبقى انا كده بعد ما عملت انيبل للسنجل ايتم ريكفري، واحمد مسح حاجه وما عادش شايفها خالص اصلا قدامه، وحتى جه لما في ريكفر ديليت ايتمز هنا الفولدر بتاع ريكفر ديليت ايتمز ما عرفش ايه يلاقيها بره، تمام. فانا عامل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، فرجعت له حاجته بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام. دي الخمس حاجات بتاعت ايه احمد.
كويس. وبعد كده طبعا احمد ممكن يجي يقوم عامل الحاجات دي كده، يقوم عامل لها موف، رايت كليك عليها واقول له موف، تمام، لاي فولدر يعني اذر فولدر، ومش هقول له عليه اسنت ايتمز، تمام. طيب دي طريقه ان ارجع الحاجه بتاعتي اليوزر بالسنجل ايتم ريكفري. في طريقه تانية مش عن طريق الجي اي، يعني هنا ايه، عملت سيرش بالجي اي بالامبليس ان سكيبر اند وورد، انا برضو عامل سيرش بس عن طريق ايه، الكوماند شيل. اجي هنا على بور شيل واقول له حضرتك ايه، ريكونكت، هقول له حضرتك ايه، سيرش جوه الديسكفري، سيرش من البوكس. ليه؟ لان احنا هنا عملنا ايه، احنا هنا عملنا سيرش جوه الديسكفري، سيرش من البوكس، وطلع لنا الداتا اللي احنا شفناها. سوري بس على البطء ده، شوف ده لسه بيكونكت. دي سي شغال وده شغال وده تمام كونكتد. طب انا هبوظ بس لحد ما اشوف مشكلة النتورك دي بسبب ايه. انا عملت سيرش جوه الامبريس اي ديسكفر اند هولد وطلع لي النتيجة دي، تمام. رحت انا ايه، رحت عملت اكسبورت الحاجة دي بالتول بتاعتي طبعا من هنا الاي اي، هي مشكلتها بس انا بتعامل مع الاي اي، تمام. وطلعتها كبي اس تي فايل، ورحت عند اليوزر وديت له البي اس تي فايل بتاعه، كبيرته عنده وقلت له حضرتك ايه، خد افتح البي اس تي فايل ده هتلاقي جواه ايه، حاجتك، تمام. طيب انا عايز بقى ايه، ما مش الحته بتاعت اكسبورت دي، انا عايز بعد ما خلصت السيرش ده انا من عندي من على السيرفر ارن كوماند اليوزر يفتح لاقي حاجته. يعني اليوزر يفتح احمد ده مثلا، يجي يفتح هنا هنا يلاقي مثلا الفولدر جواه حاجته، تمام. ازاي؟ انا اجي هنا اقوم بس ايه، اقفل ده كده، اقول له كلوز الكلام ده مش عايزه، اطلع لي هنا على احمد. انا طبعا في الاول خالص حطيت نفسي في البروموشنز هنا في الديسكفري مانجمنت، ولو محظوظ حطيت مين بس، حطيت احمد بس في الديسكفري مانجمنت، تمام. خلينا فاكرين الحته دي ليه. انا هنا الكوماند اقول لكم بس اول كلمه في الكوماند اللي هي ايه، سيرش داش ميل بوكس، اقول له كمل كده بالتاب سيرش داش ميل بوكس، سيرش داش ميل بوكس. لو انا جيت هنا وفتحت الاكستشنج بتاعي، انا داخل ريموتلي من على الريموت ديسكتوب مانجر، انا هدخل هنا من على الفي ام وير على طول، هدخل بالادمنستريتور، هدخل بالادمنستريتور، ضخ ده كده، خد الادمنستريتور والباسورد بتاعت الادمنستريتور، واحاول اكتب الكوماند بتاع سيرش داش ميل بوكس ده، تمام. طيب خلينا بس كده شويه ما يلود ونجرب الكوماند يعني، تمام. طيب انا عايز بس اقول لكم ان هو مش هيشتغل، لان ايه، الادمنستريتور نفسه مش هيشتغل، لان انا مش حاطه في ديسكفري مانجمنت، فمش هلاقي، مش هلاقي الكوماند ده بتاع السيرش ميل بوكس ده، مش هلاقيه عند الادمنستريتور. ليه؟ لان مش حاطط الادمنستريتور في الديسكفري مانجمنت، اللي هم اليوم الحال يعملوا ايه، ميل بوكس سيرش، حلو كده، ميل بوكس سيرش، فالادمنستريتور مش هيقدر يعمل الحته بتاعت ايه، السيرش بالكوماند اللي احنا هنكتبه دلوقتي، تمام. طيب انا افصل بس عشان المشاكل دي، انسل كده، ريكونكت الكلام ده، كونكت، قول باحمد. طيب فانا هنا اكتب له ايه، هقول له سيرش داش ميل بوكس، هكتب له الكوماند ده سيرش داش ميل بوكس. انا هسيرش جوه انهي ميل بوكس، هو الديسكفري سيرش ميل بوكس، تمام. انا كده ولا كده عامل سيرش اهو، تمام. انا بقى هفتح السيرش ده بس مش عن طريق الديسكفري سيرش ميل بوكس من هنا من الجي اي، لا انا هفتحه بالبور شيل، هفتحه عن طريق البور شيل. ازاي؟ خد الكوماند ده كده ونشرحه مع بعض. الكوماند ده قريب من فكره شويه يعني بتاعت الريكفري داتابيز. بيقول لي ايه، بيقول لي سيرش داش ميل بوكس
يعني سيرش جوه الميل بوكس، اللي هو انهي، انا اي ميل بوكس بسيرش جواه لازم يكون ايه، هو ديسكفري سيرش ميل بوكس، تمام، اللي بينزل مع الاكستشينج. على فكره ممكن اكريت ديسكفري سيرش ميل بوكس ده ولا اتمسح، او ممكن اكريت واحد تاني يعني، تمام. طيب داش انا بقول له ايه، افتح الميل بوكس اللي هو الديسكفري سيرش ميل بوكس بتاعنا اللي جواه الداتا اللي انا مطلعها من السيرش ده، اللي انا قلت له كده هيجيبها لي على جنب هنا، هيفتح الديسكفري سيرش ميل بوكس ويقول لي الداتا بتاعتك اهي، افتح لي السيرش جوه الميل بوكس ده وحط لي وخليه لي التارجت ميل بوكس بتاع الحاجه اللي انت هتلاقيها جواه مين، احمد. يعني التارجت انت هتفتح السيرش ميل بوكس ده اي حاجه تلاقيها جواه نحطها جوه مين، حطها جوه الميل بوكس بتاع احمد، تمام. التارجت فولدر ده يعني ايه، يعني افتح عند احمد هنا اللي هو التارجت بتاعك، افتح عنده وكاريت كاريت فولدر اسمه ايه، ريكفرد، حط جواه الحاجه اللي انت هتجيبها من ايه، من ديسكفري سيرش ميل بوكس ده. تاني انا هنا في الديسكفري سيرش ميل بوكس جاب لي الداتا دي، تمام، قمت واخد الداتا دي عملت لها اكسبورت از بي اس تي ورحت اليوزر حاططها عنده. انا مش عايز اعمل كده، تمام، انا قلت له انت هتفتح بس السيرش ميل بوكس ده اللي هو ديسكفري سيرش ميل بوكس، بكتب كده، بكتب اسمه كده ديسكفري سيرش ميل بوكس، هتسيرش جواه، ولازم اليوزر اللي يكتب الكوماند ده يكون فين، هنا في البرميشنز في الديسكفري مانجمنت سكيورتي جروب، تمام. هتفتح الديسكفري سيرش ميل بوكس، سيرش جواه، وتخلي التارجت ميل بوكس بتاعك هو احمد، يعني الحاجه اللي انت هترجعها توديها عند احمد، تمام. وعند احمد الفولدر اللي انت هترجع فيه الحاجه عشان ما تلخبطش مع حاجه تانيه، هترجع له فولدر اسمه ريكفرد، تمام، ترجع له فولدر اسمه ريكفرد، تمام. ده انا كده رن الكوماند ده وشوف هيجيب لنا ايه عند احمد. يعني هو هنا ايه، بيفتح التارجت ميل بوكس اللي هو مين، اللي هو احمد، يفتح التارجت ميل بوكس اللي هو احمد، تمام، عشان ايه، عشان يحط جواه الحاجه اللي هو جابها من الديسكفري سيرش ميل بوكس ده، تمام. بس خلي بالكوا الكومنت ده مش هرنه الا لما اكون عامل سيرش اصلا، تمام، بيزد على الكريتيريا بتاعتي اللي انا عايزها. حلو كده، تمام، انا استناه لما يخلص ابوز بس ايه وارجع تاني. هنا الكومنت بتاعي بعد ما عملته جاب لي ايه، مش لاقي ولا ايتم، مفيش حاجه، صفار. ازاي يا عم، ده انا فتحت السيرش ميل بوكس ده وفي حاجات جواه اهو، ازاي يعني مش لاقي حاجه، تمام. ففي حاله زي دي انا ممكن اعمل ايه، انا ممكن اقول له حضرتك لو انا جيت بص هنا، انا عندي حاجه اسمها ايه، كوبي سيرش ريزلتس، على فكره ده سيرش تاني انا لسه عامله دلوقتي، كوبي سيرش ريزلتس، لو جيت افتحه كده بيقول لي انا قلت لكم من شويه ان احنا ممكن نكريت سيرش ميل بوكس، ديسكفر سيرش ميل بوكس، على فكره كويس جدا ان الايشو ده ظهر، تمام، يعني هو مفيش مشكله في الكوماند، احنا هنرن نفس الكوماند تاني بس هنغير حاجه، تمام، مفيش مشكله في الكوماند، بدل ان هو ايه طلعت الحاجه بي اس تي ووديتها عند احمد، تمام. طيب فانا هعمل ايه بقى، انا هعمل ديسكفر سيرش ميل بوكس تاني وكوبي جواه الحاجه دي، يعني هاجي هنا واقول له كوبي السيرش ريزلتس اللي انت طلعتها من هنا وبراوز واحطها في سيرش ده واحد تاني، انا كريت لك واحد دلوقتي، وكوبي الحاجات دي في سيرش من البوكس تاني، ده في حاله ان المشكله ظهرت معايا، يعني انا عن نفسي اول ما تظهر معايا المشكله دي، انا عملت القصه دي كذا مره، اول مره بامانه يعني المشكله تظهر معايا، تمام، ان هو ما يطلعليش حاجه هنا ويطلع في الجي او اي، المفروض العكس اللي بيحصل اصلا، تمام. طيب هو هنا ما طلعليش حاجه، صفر وصفر وكده، فانا اقول له ايه، حضرتك كريت لي ميل بوكس تاني، ديسكفري سيرش ميل بوكس تاني. طيب ده طبعا من على الباور شيل مفيش، يعني ما ينفعش اجي هنا واقول له اعمل لي ميل بوكس نوعه ديسكفري سيرش، لا مفيش الكلام ده، انا عن طريق الباور شيل. ازاي، انا عندي كوماند هنا، راح فين، انا كنت كاتبه قبل كده، ده 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 بدي حل المشكله دي لو ظهرت معاك، لو ظهرت اهو، هو ده، انا قلت له اعمل لي نيو ميل بوكس، الفكرة ديسكفري سيرش ميل بوكس ده ميل بوكس عادي بس نوعه ديسكفري زي الريكفري داتا بيز، هي داتا بيز عاديه بس نوعها ريكفري، فاكرين؟ نيو داش
ميل بوكس، ميل بوكس اسمه سيرش، انا مسميه سيرش، هغير اسمه عشان في اصلا واحد اسمه كده، نيو داش ميل بوكس اسمه، انا مسميه سيرش. تمام، خلينا نغير اسمه، سميه حماد. ميل بوكس نوعه ديسكفري داش ديسكفري، نوعه ديسكفري، ديسكفري سيرش. تمام، اسمه حماده ونوعه ديسكفري. تمام، الديسكفري سيرش ميل بوكس ده اللي هو حماده ده، اليو بي ان بتاعه ايه؟ حماده ات اي سي تي دوت كوم، اهو ات اي سي تي دوت كوم. تمام، ده اسمه وده اليو بي ان بتاعه، طبعا ممكن اغيره، ممكن اخليه اي حاجه احمد او اني anyway يعني، عشان بس او حاجه مش موجوده اصلا. تمام، فده ايه؟ ده حماد at ect.com، ده سيرش ديسكفري سيرش ميل بوكس، هو ميل بوكس عادي نوعه ديسكفري واسمه ايه كذا. تمام، انتر كده، كرييت لي ديسكفري سيرش ميل بوكس اسمه ايه؟ حماد. حلو الكلام، كويس جدا. هاجي هنا بعد كده في الاي كومبلاينس، في كومبلاينس هنا هقول له هنا كوبي السيرش ريزلتس. السيرش ريزلت دي مش عاجبني، الميل بوكس ديسكفري سيرش ميل بوكس اللي انت موجود هنا باي ديفولت، كابيار هولي هنا براوز عند حماده. تمام، كابيار لي السيرش ريزلت عند حماده، وانا هروح اسيرش من هناك كابي عام، هيتحط في الكيو كانه ايه لسه بيسيرش من تاني، بس هو مش بيسيرش، هو بيكوبي. تمام، يبقى انا عملت سيرش ميل بوكس جديد وكبيرت في الحاجه. لو المشكله بتاعت ايه الاصفار دي اللي ظهرت من شويه ايه ظهرت معانا. تمام، طيب كويس قوي. انا عندي كوماند هنا وده، بصوا الكوماند ده كده يا شباب، ده بيجيب لي، انا جيت اقول له ايه بيست كده، مسح الكلام ده، الكوماند ده بيجيب لي ايه؟ بقول له هات لي الميل بوكس، سيبكم من الريزلت سايز دي، الريزلت سايز دي مش هتفيدنا في حاجه، داش فلتر ان نوع الريسيبيانت بتاعي يكون ديسكفري ميل بوكس. الكوماند ده بيجيب لي ديسكفري ميل بوكس اللي عندي في الانفايرمنت. يعني لو جيت كده قلت له مثلا هات لي الميل بوكس، شيل دي مش عايزها، هات لي الميل بوكس داش فلتر، انا هفلتر على اساس ايه؟ الريسيبيانت تايب، نوع الريسيبيانت ديسكفري ميل بوكس. تمام، ديسكفري ميل بوكس، عندك ثلاثة حضرتك، عندك ثلاثة. تمام، كويس قوي. بدا الكوماند بتاع زوروكا عشان ده بيسيرش على ديسكفري سيرش من البوكسز اللي عندي، بيجيبهم لي هنا. تمام، هم الثلاثه دول. اجي اشوف هنا الكبي خلص ولا لا، مرفش كده زي الفل، خلص. حلو كده، كويس قوي. هاجي هنا تاني وهرن نفس الكوماند بتاع ايه، نيو داش اللي هو سيرش داش ميل بوكس، دور عليه اهو، سيرش داش ميل بوكس، وهاجي هنا واقوم كاتب ايه، طبعا المكتوب ده اداني ايه اصفار، اقول لا حضرتك سيرش جوه حماده ده وسمها لي ايه، احمد رزق، ده اسمي يعني، سيرش جوه الميل بوكس اللي اسمه حماده اللي هو الديسكفري سيرش بوكس اللي انا لسه عامله، انا لسه مكريته، وافتحه سيرش جواه الديسكفري سيرش ميل بوكس ده، اي حاجه تلاقيها جواه كبيرها عند احمد اللي هو ايه هنا. تمام، وكريت عند احمد فولدر اسمه ايه، احمد رزق، هيلاقي فيه ايه الحاجه بتاعته. انتر كده، سيبه شويه كده يسيرش مع نفسه ونرجع تاني. حلو كده، 45 ايتم، 45 ايتم، بسم الله ما شاء الله. تمام، طيب هو اصلا في شويه كان جايب لي 22، بس الاختلاف ده يعني مش اختلاف كبير، اليوزر مش هيحس بيه اصلا، اللي هو هيخش هيعرف حاجته هي فين. اجي افتح عند احمد كده، احمد رزق هو ده، افتح حماده اللي هو ديسكفري سيرش ميل بوكس برايمري ميل بوكس، افتح يا عم احمد، معلش المشوار طويل شويه، برايمري ميل بوكس تاني، ديليت ايتمز، الريكفرابل ايتمز،
deletions هذه الاشياء وهذه الاشياء بتاعت احمد. تمام حلو كده. انا سعيد جدا والله ان المشكله دي ظهرت، بتاعت الاصفار ظهرت من شويه دي، وما بتظهرش في الاساسي لان هي في العاده مش بتظهر، ده قرب تظهر معايا، وده ايه يعني حل كويس ليه يعني، عشان احنا نكاريت واحد تاني ونقابل الحياه بتاعتنا جواه. تمام، وبعد كده نرن الكوماند عادي خالص. تمام كده احمد ايه الحياه بتاعته رجعت له تاني. تمام، دي بقى قوه او فايده السنجل ايتم ريكفري. انا مش باخد باك اب، هو الباك اب بيتاخد لوحده لما اعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري، لان اي حاجه بتتمسح زي ما قلنا من هنا، من ديليت ايتمز، فين مش شايف، من ديليت ايتمز، واقول له ريكفر ديليت ايتمز، اي حاجه تمسح من ريكفر ديليت ايتمز اعمل تعمل لها بيرج، بترمي النسخه فين؟ في الريكفرابل ايتمز فولدر اللي هو مش بيتكريت الا لما اعمل انيبل للسنجل ايتم ريكفري. تمام، دي قوتها، انا مش بحتاج باك اب. ليه؟ لان الباك اب بيتاخد لوحده، بيتاخد لوحده امتى؟ لما امسح من الديليشنز او ال 24 يعدوا وايه والحاجه تتمسح من هنا. تمام، طيب عايزين برضو ايه اكد برضو على حته، ما نخلطش بين حته ال 14 يوم اللي هنا والحته بتاعت لما قلت له هنا، الحته دي لما قلت له ريتين ديليت ايتمز 4 دي مقصود بيها خليها ريتيند في الريكفرابل ايتمز فولدر، ده لما اجي اعمل انيبل سنجل ايتم ريكفري مقصود بيها خليها ريتيند جوه الريكفرابل ايتمز فولدر. ولازم لازم 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 الاكسيوج طبعا العادي ان هو بيحتاج مساحات كبيره ويحتاج مساحه اكبر مش اقل من مره ونص المساحه اللي انا عامل حسابي عليها لو هعمل ايه انيبل للسنجل ايتم ريكفري الفيتشر الرائعه دي جوه الاكسشينج. تمام، طيب في عايز بس برضو ناس يعني كل بحاول يعني على قد ما اقدر افتح التكنت عشان الناس تبص عليها، يعني اختراع يعني بصراحه التكنت اللي هتلاقي فيه كل حاجه. تمام، طيب ادي سيرش داش ميل بوكس احنا بصينا عليه. تمام، دي شوية كوماندات تخص برضو ال ريكفربل ايتمز فولدر. هو باي ديفولت بيكون حجمه 30 جيجا. تمام، لو انا عامل انيبل يوزر في الساعة السنجل ايتم ريكفري ممكن اجي على مستوى الداتابيز. انتوا فاكرين الحتة بتاعت الورننج دي لما بقول له اليوزر لما يوصل مثلا 1.9 جيجا في الميل بوز في الميل بوكس يوزج هنا طلع له ورنينج هنا دي فاكرينها. تمام، انا ممكن اطلع ورنينج اليوزر لو انا عامل لي انيبل للسنجل ايتم ريكفري في حاله انه ايه مسح حاجات كتير خلت الريكفربل ايتمز فولدر يوصل مثلا ل 15 جيجا، طلع له ورنينج عند 15 جيجا. تمام، مع انه اصلا لا انا كاكسشنج ادمن ولا هو كيوزر شايف الفولدر ده اصلا. تمام، بس طلع له ورنينج امتى؟ لما يوصل الحاجات اللي وصلت عنده في الريكفربل ايتمز فولدر بتاعه 15 جيجا. تمام، حلو قوي. طبعا الكوته بتاعته بالديفولت 30 بس انا ممكن ايه بالباور شيل اخليها ايه 20. كل المانجمنت بتاع الريكفربل ايتمز فولدر عن طريق الباور شيل. تمام، طيب فالكوماند ده حلو جدا على مستوى الداتابيز، الريكفربل ايتمز وورنينج كوتا اليوزر لما يقعد يمسح 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 من هنا ويمسح من الريكفربل من ريكفر ديليتد ايتمز والحاجه تروح للريكفربل ايتمز فولدر اللي هو انا مش بشوفه اللي هو البرجس، لما اقول له بيرج هتروح هناك. لما اليوزر يوصل ل 15 جيجا حضرتك طلع له وورنينج. تمام، قاعد يمسح كتير لحد يوصل ل 15 جيجا طلع له وورنينج. تمام، وخلي الريكفربل ايتمز فولدر بتاعه 20 جيجا بس، 20 جيجا فقط. تمام، طيب اتمنى الناس يعني تكون استفادت من الفيديو ده، واتمنى الناس ما تكونش اتلخبطت، تكون يعني فهمت القصه بتاعت سنجل ايتم ريكفري تقول اكتر من رائعه. وتبص برضو على شويه الكوماندات بتاعت التيك نت هتلاقي فيها حاجات يعني جميله جدا. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا، اسالكم دعاء بظهر الغيب. السلام عليكم.